السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وولد سبورتس. نكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30، بنتكلم في كل الأحداث العالمية طبعا، من خلال الأحداث الجارية في الأسبوع الماضي والأسبوع القادم بنتكلم في كل حاجة جديدة في كرة القدم العالمية. طبعا أسبوع قوي جدا هيبدأ، وأسبوع قوي جدا انتهى. الدوري الإنجليزي هو اللي لسه ما زال في كلام كتير جدا، الدوري الاسباني يعني بشكل كبير ممكن نقول برشلونه بدا في خطوات الحفاظ والفوز باللقب الدوري الاسباني، ايضا بنتكلم على الدوري الايطالي يوفنتوس خلاص هو كمان بيستعد للتتويج باللقب، وكالعاده في الدوري الايطالي لا يوجد منافس لليوفنتوس في السنوات الاخيره، لكن الدوري الانجليزي لسه الصراع القمه مستمر ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. ليفربول عنده لقاء النهارده ان شاء الله الساعه 9 مساء امام فريق ساوثامبتون في الدوري الانجليزي. طبعا اسبوع كمان مهم جدا في دوري الابطال، لكن ما ننساش ان في ثلاث لقاءات اقويه جدا خلال الدوريات الانجليزي او بنتكلم فيها الايطالي والالماني والاسباني، مواجهات هنتكلم عليها، لكن هنتكلم مع حضراتكم شويه في الاسبوع القادم وايه ابرز اللقاءات اللي هتكون موجوده. عندنا ثلاث لقاءات، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ولقاء قمه في الدوري الالماني، بروسيا متقدم بنقطتين فقط عن فريق بايرن، وهننتظر وهنشوف مين اللي هيقدر يخطف بطاقه المركز الاول. دوري الاسباني برشلونه واتلتيكو مدريد في قمه من نوع خاص ما بين الاول والثاني، اما في الدوري الايطالي صراع تاريخ ما بين اليوفنتوس والميلان. طبعا هيكون عندنا يوم الثلاث والاربع لقاءات في دوري ابطال اوروبا، يوم الثلاث عندنا ليفربول وبورتو وتوتنهام ومانشستر سيتي، يوم الاربع برشلونه ومانشستر يونايتد في مباراه قويه جدا جدا ووارد فيها مفاجآت ان احد الفريقين، بالنسبه لي مانشستر ممكن يعني بنتكلم في 45 مانشستر يونايتد 55 برشلونه في اللقاءين. مانشستر شفنا قدم مباراه قويه جدا قدام فريق باريس سان جيرمان، كمان عندنا لقاء اخر اياكس ويوفنتوس وانا كمان متوقع يكون فيها مفاجآت. والسؤال هنا اللي بالنسبه لكل عشاق رونالدو وجمهور يوفنتوس في كل العالم، هل رونالدو هيكون جاهز لمباراه اياكس امستردام اللي هتكون يوم الاربعاء القادم؟ طبعا هيغيب عن اللقاء بكره امام فريق اي سي ميلان، لكن مباراه اياكس هي المباراه الابرز والاقوى والاهم بالنسبه لفريق يوفنتوس اللي بيسعى جاهدا انه يتوج بلقب دوري الابطال اللي غايب عنه لاكثر من 25 سنه. طبعا عندنا زي ما قلت لحضراتكم لقاءات قويه جدا، لكن ابرز النتائج الايجابيه اللي انا شفتها الاسبوع الماضي والمدرب اللي لازم نتكلم عنده ولازم نقف عنده شويه ونتكلم عليه ونديله حقه هو نونو سانتو. نونو سانتو مدرب فريق ولفرهامبتون اللي قدر انه يفوز على فريق مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عشان تصبح اول خساره لسولشاير بعد تجديده لعقده ويصبح كمدرب دائم او مدير فني دائم لفريق مانشستر يونايتد. طبعا نونو سانتو حقق ارقام يعني صعبه جدا وقويه جدا في الدوري الانجليزي. نونو سانتو مدرب برتغالي بينضم لقائمه الكبار في اوروبا، المدربين اللي دايما بيعرفوا يصنعوا الفارق بايا كان مين الفريق اللي موجود، واحد بيعرف يصنع من لعيبه عاديه جدا الى لعيبه شرسه ولعيبه مقاتله ولعيبه عندها حماس وروح. الموسم الحالي نونو سانتو قدر يفوز على تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وقدر انه يتعادل مع ارسنال ومانشستر سيتي، وقدر انه يخرج فريق مانشستر يونايتد وليفربول من بطوله الكاس الاتحاد الانجليزي، وبالتالي بنتكلم على مدير فني باقل الامكانيات بيقدر ان هو يحرج كل الفرق اللي عندها امكانيات، والفرق الكبيره كلها اخذ منها نقاط سواء بالتعادل او بالفوز واخيرا بالخروج للفرق الكبيره من كاس الاتحاد الانجليزي. هنروح طبعا لبعض الارقام والاحصائيات الخاصه بلقاءات بكره وثلاث لقاءات مهمين جدا، واول مباراه برشلونه واتلتيكو مدريد. الفريقين طبعا هنتكلم على تاريخ مواجهه الفريقين علشان نعرف ايه الارقام المهمه اللي لازم نتابعها ونشوف الفوارق ما بين الفريقين وازاي المباراه من منظور المديرين الفنيين وايضا من منظور الجمهور الاسباني والجمهور اللي في العالم كله اللي اكيد يعني شايف وعارف ان هي مباراه قويه جدا ما بين مدرب قوي وعنيد وشرس هو دييجو سيميوني اللي خرج من بطولتين وبيحاول ان هو ينافس برشلونه على لقب الدوري الاسباني، اللي انا شايفه بكره هتكون اخر فرصه لو برشلونه قدر يحقق نتيجه ايجابيه، اعتقد ان كل الامور انتهت خلاص لصالح فريق برشلونه. مباراه طبعا الاولى ما بين برشلونه واتلتيكو مدريد، الفريقين لعبوا في 208 مباراه من
سنة 1928 في كل المواجهات سواء في الدوري أو في الكاف أو في السوبر أو في أي مواجهات جمعت ما بين الفريقين. أتلتيكو فاز على برشلونة في 65 مباراة، برشلونة فاز على أتلتيكو في 93 مباراة، والتعادل كان في 50 مباراة. برشلونة أحرز خلال المواجهات 392 هدف، وأتلتيكو أحرز 308 هدف. واضح جدا أن التفوق لبرشلونة في كل حاجة، في عدد المواجهات اللي فاز بيها الفريقين وأيضا في عدد الأهداف. برشلونة كان أكبر فوز ليه كان 7-3 في موسم 56-57، وأكبر فوز لأتلتيكو كان 5-2 في موسم 97-98. المباراة الثانية اللي هتكون في الدوري الألماني وهتكون قمة بمعنى الكلمة، لو بايرن قدر ان هو يفوز هيعتلي قمة وصدارة الدوري الألماني بفارق نقطة عن فريق بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند لو قدر يفوز هيبعد عن فريق بايرن بخمس نقاط، اما التعادل هيكون في صالح بروسيا اكتر ما هو تعادل في صالح فريق بايرن ميونخ. لسه الدوري ما انتهاش، كل حاجة واردة، لكن بنتكلم على المباراة اللي هتكون بكرة ما بين الفريقين. الفريقين لعبوا في 121 مباراة من عام 1965. بروسيا فاز في 31 مباراة، البايرن فاز في 56 مباراة. واضح جدا ان في تفوق بافاري في الدوري الالماني على فريق بروسيا دورتموند، وتعادلوا في 34 مباراة. بروسيا طبعا احرز 150 هدف مقابل 226 هدف لفريق بايرن ميونخ. اكبر فوز للبايرن كان 11-1 في عام 71، ودي النتيجة الاعلى لفريق الماني في تاريخ البونزليج. اما اكبر فوز لبروسيا دورتموند البايرن كان 6-3 في عام 67. اخيرا واخر مباراه قبل ما نروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم، هي مباراه الميلان واليوفنتوس. مباراه تاريخ، مباراه نجوم، مباراه اكيد يعني بغض النظر عن ان اليوفنتوس حسم لقب الدوري الايطالي، لكن تبقى مباراه من نوع خاص وطابع خاص. بنتكلم على ناديين كبار جدا جدا في الدوري الايطالي. الميلان بتاريخه الكبير جدا والمعروف اللي كلنا عارفينه، واللي النجوم كتيرة جدا لعبت في الميلان، وايضا اليوفنتوس اللي يغيب عنه نجم العالم واحسن يعني من احسن اللاعبين اللي لعبوا كره قدم في تاريخ الكره العالميه هو كريستيانو رونالدو. فريقين طبعا لعبوا في 187 مباراه من سنه 1929. ميلان فاز في 49 مباراه، واليوفنتوس فاز في 73 مباراه، وتعادلوا في 65 مباراه. الميلان احرز 229 هدف مقابل 261 هدف لليوفنتوس، واكبر فوز لليوفنتوس على حساب اي سي ميلان كان 6-1 موسم 96-97، واكبر فوز للميلان كان 5-0 على اليوفنتوس في موسم 48 او 47. كده وصلنا مع حضراتكم ل يعني اخر الاحصائيات اللي موجوده في الثلاث مواجهات القوية جدا والشرسة جدا، واللي أكيد هنتابع معاكم لحظة بلحظة وهنقول لحضراتكم تفاصيل أكتر وأخبار أكتر. هنتكلم معاكم عن مواجهة اليوم ما بين ليفربول وساوثهامبتون اللي هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة النهاردة إن شاء الله. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح، نتمنى التوفيق لفريق ليفربول. أنا عارف إن هي مواجهة شرسة جدا جدا، ما ننساش إن ليفربول أو مانشستر سيتي وتوتنهام هيلعبوا بعض من خلال أول مباراة في الشامبيونز ليج يوم الثلاثاء اللي جاي. 10 ايام هيلعبوا فيهم 3 مواجهات، 2 في دوري الابطال وواحده في الدوري الانجليزي. وكمان السيتي عنده مواجهه قويه جدا على ملعب الاولد ترافورد، هتكون ان شاء الله يوم 25 ابريل على ما اتذكر وعلى ما اعتقد في ملعب الاولد ترافورد في الدوري الانجليزي. نتمنى ان توتنهام او مانشستر يونايتد يقدروا يعملوا نتيجه ايجابيه لصالحهم من خلال مواجهتهم ضد مانشستر سيتي، علشان اكيد بنتمنى التوفيق. يعني اكيد حتى لو حد فينا بيشجع اليونايتد او بيشجع السيتي، فاحنا بنتمنى التوفيق لفريق ليفربول علشان يتوج اول لاعب مصري في التاريخ بلقب الدوري الانجليزي ان شاء الله، زي ما حصل في لقب الهداف وزي ما حصل في لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي. نتمنى لنجمنا المصري العربي الافريقي محمد صلاح كل التوفيق النهارده في مباراه ساوثهامبتون. هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفقرات.